أحداث شغب مؤلمة وخطيرة جدا بديربي الشرق يوم أمس بملعب وجدة بين فريقي نهضة بركان ومضيفه مولودية وجدة برسم الجولة 16 من منافسات البطولة الاحترافية. أحداث شغب مؤلمة كيف تابعتنا في موقع التواصل الاجتماعي لدرجة أن لاعبين نهضة بركان كيرحلوا كيوصلوا لمدينتهم عبر سيارات الشرطة. نزلنا اليوم للشارع المغربي باش نعرفوا على الآراء ديالهم وبعض الأسباب ربما اللي كتنتج منها احداث الشغب. تابعوا معنا. هادشي الشغب ما منو حتى حاجه، حيت علاش دابا الواحد ملي كيمشي للتيران كاين اللي كيمشي على اساس باش يتفرج باش يفهمش باش يدوز وقته زوينه، وكيمشي كاين اللي كيمشي للتيران على اساس باش يدير الشغب يبقى يروم مع عباد الله. يعني علاش واحد ماشي باش يتفرج باش يدوز وقته زوينه، ماشي باش يمشي يدير واحد باش فهمش، ماشي باش يمشي يدوز فهمش. كاين واحد اللي كيمشي يدوز وقته زوينه، كيمشي واحد اللي كيمشي باش يدير الشغب. يعني علاش اصلا حيت علاش كاين اللي كيمشي كيتقرقب كيسكر كيدير شحال من حاجه، حيت علاش باش يمشي يخسر واحد جاي مع وليداته باش يتفرج. الاحداث اللي وقعت في وجده ما كتشرفش الكره المغربيه، حنا مقبلين على عده تدورات دوليه والديربي ديال المغرب كيتصنف من 10 الاوائل في العالم، ويعني كاع الصحافه العالميه وكتابع الاحداث الكرويه المغربيه. يعني حنا تيوسخوا لنا الصوره ديالنا، تيوسخوا لنا الصوره ديال المغرب، حشومه عليهم. احنا دابا في كازا الحمد لله الجمهور ديال الوداد والرجاء غادي زوين الحمد لله، لعبنا الديربي ديالنا في مراكش ما كاين لا مشاكل لا والو، ودابا مشاكل بين طنجه وتطوان، مشاكل بين وجده وبركان، دابا ولات عندنا حرب اهليه دابا في البلاد. حشومه شوف الناس تترجى الاوراق ديالها، وديك الكره ورياضه، ورياضه راه اخلاق. تفرجنا فيها خور اي واحد صراحه، عشان فكر من راسه هو جي فيه شي ضربه ولا شي لعيبه، وشوف الوالده ديالو اش خلاها في الدار، شوف امي مشات، شوف الحنانه كاع كنديبلاصا وكاع كنمشيو مع فرقتنا. ما نبغوش اخويا الشغب، ما نكذبش عليك انا شحال من خطره كنمشي للتيران كنخرج قبل الماتش على حساب الصداع والمشاكل. والله مشيت شحال تفرج في الماتش كاع ديال الرجاء مع الحسنيه والشغب والروينه، ما لا حاله اخويا لا يمشي لها وحق الرب، ما حاله ما والو، والله العظيم والله السبب ديال هادشي والو اخويا. بنادم كتلقى واحد قرقب، بنادم فهمتي ما عنده ما يدير، غادي صافي باغي طايف، باغي ما كيفكرش في والديه، ما كيفكر في حتى حاجه، حشومه اخويا والله. واصلا بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه غادي نقول لك وهي بالنسبه لهاد كاينه واحد الفئه معينه اللي كتمشي للملعب كتعمل هادشي ديال الاقراص الملوثه وهادي، وكيدخلوا معاهم بعض الاسلحه اللي كتخلي واحد الثوره تكون ما بين الجماهير، وهادشي ما خاصوش يكون. ونتمنى ان شاء الله في كل مقابله ان شاء الله تكونوا واخدين على زمام الامور، وهادشي اللي كنتمنى ان شاء الله، ونتمنى هاد الاطراس، كنتمنى من هاد الاطراس هما يرجعوا ان شاء الله، لان كيعطيو واحد الصوره خاصه للبلاد ديالنا، ونتمناو لان الامن راه كيدير اللي عليه والكمال على الله. راه هما نكونوا واضحين مع بعضياتنا، راهم كيخلقوا الفتنه. واش تخيل معايا هو الجمهور بنادم فرحان تيشجع في فرقته، حيت كذا ما حنا ماشي من اللون والمخزن، راه كاين بنادم اللي كيمشي على قبل الشفره على قبل الشغب، وكاين واحد الدرا درويش راه باغي يعيط يتفرج. راه ما يمكنش كلشي نقولهم مزيانين وما يمكنش كلشي نقولهم خايبين، راه النص كيبقى المخزن والنص كيبقى للشعب. يعني الا بغيتي تقاد الشعب خصك تهضر معاه بالخاطر وتمشي معاه بالخاطر، ما داك الشيء ديال العنصريه راه ما بقاش، العنصريه راه ما كايناش. حنا ولاد الشعب، حنا هذا الشيء اللي كنقولوا لهم، حنا راه شباب باقينا صغار، يهضر معاك بنادم زوين غادي يتعاملوا. كيف تابعتوا معنا مشاهدي قناة الدار؟ هكذا كانت آراء المغاربة بخصوص واقعة يوم أمس بملعب وجدة بين فريقي نهضة بركان ومولودية وجدة. الكل كان كيتكلم على تعاطي الشباب المخدرات قبل ولوج الملاعب. نتمنوا هذه الظاهرة ما تبقاش. كنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.